أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مؤشر النيل الذي نستعرض فيه بالأرقام والتحليل أداء البورصة المصرية التي وصلت ارتفاعاتها للجلسة الثالثة على التوالي مع إغلاق تعاملات الخميس نهاية تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء قوية من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق جي إكس 30 بنسبة 41% ليصل إلى مستوى 9258.18 نقطة. وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 13% ليصل إلى مستوى 646.39 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي ارتفع بنحو 45% ليسجل 1155.16 نقطة. كما امتدت الارتفاعات إلى مؤشر إي جي إكس 20 محدد الأوزان النسبية الذي ارتفع بنحو 41% مسجلا 10689.05 نقطة. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث تصدر قطاع الاتصالات قطاعات السوق بنسبة 25.9%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 21.59%، ثم قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 17.85%، ثم قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بنسبة 4.84%. أما بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على نسبة بلغت 89.51%، كما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء أيضا واستحوذوا على نسبة 5.9%، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع وحصلوا على 5.41%. يأتي هذا فيما مال الأفراد نحو البيع وحصلوا على نسبة 51.61% من التعاملات، بينما اتجهت المؤسسات نحو الشراء وحصلت على 48.38%. أما بخصوص الأسهم الأكثر ارتفاعا فقد تصدرها سهم القومية للأسمنت بنسبة 9.96%، تلاه سهم القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 9.93%، ثم سهم العربية للخزف أراسكو بنسبة 9.51%، يليه سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 8.88%. وبالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا تصدرها سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة بنسبة 7.53%، ثم سهم أسيوط الوطنية للتجارة والتنمية بنسبة 6.26%، تله سهم مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 5.22%، ثم سهم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 4%. هذا وقد بلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 525 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت 779 مليون جنيه. وللتوضيح والتحليل لأداء البورصة المصرية اليوم ينضم إلينا في استوديو النيل الأستاذ كريم عبد العزيز خبير أسواق المال. أستاذ كريم أهلا بحضرتك. أهلا بك. دعنا أولا أستاذ كريم ومشاهدينا الكرام نطلع أو نستمع إلى تقرير يرصد أداء البورصة المصرية في نهاية التداولات هذا الأسبوع، ثم نبدأ لتحليل أداء جلسة اليوم. مدعومة بعمليات شراء قوية من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، وصلت البورصة المصرية ارتفاعاتها للجلسة الثالثة على التوالي مع إغلاق تعاملات الخميس نهاية تداولات الأسبوع، وسط تجاهل المستثمرين لدعوات بعض القوى الإسلامية للتظاهر يوم 28 نوفمبر الجاري. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 525 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت 779 مليون جنيه، إلا أن البورصة المصرية حققت خسائر أسبوعية بلغت 14.4 مليار جنيه. بالنسبة يعني فئات المستثمرين فاحنا شايفين
يعني يغلب على تعاملاتها الطابع الشرائي طوال الاسبوع الحالي. يعني هو بس الميزة ان المستثمر الاجنبي عنده سياسة طويلة المدى، يعني هو الاستثمار بتاعه طويل المدى، ده بعكس يعني شريحة كبيرة من المستثمرين المصريين الافراد اللي هم يعني عادة ما بيبقى مش عايز نقول مضاربين، لكن استثماراتهم بتتميز بالاجل القصير. يعني وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 41% ليصل إلى مستوى 9258 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 13% ليصل إلى مستوى 646 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 45% ليصل إلى مستوى 1155 نقطة. احنا من بداية الأسبوع وفي يمكن شوية نوع من التفاوت في التعاملات شوية، يعني كان السوق بيطلع شوية وبينزل شوية في يعني بعد انتهاء التعاملات على مدار الأسبوع اللي احنا فيه ده، ولكن احنا النهاردة يمكن السبب ان السوق طلع ممكن نربطها ببيان الرئاسة امبارح اللي هو ردا على بيان المملكة العربية السعودية، ده يعني أسلك صدر كثير من المتعاملين، يعني يمكن كانوا خايفين ان يحصل شوية بعض المشاكل، ولكن يعني انا شايف حكمة الرئاسة المصرية انها وافقت تماما على موضوع اللي هو الاجتماع التكميلي اللي دعت له المملكة العربية السعودية. وقال وسطاء بالسوق ان البورصة تشهد في الايام الاخيرة الاعلان عن انباء ايجابية متعلقة بالشركات، منها عروض شراء اجنبية لشركات مصرية متخصصة في الصناعات الغذائية، مضيفين ان العديد من الشركات اعلنت تباعا خلال الايام الماضية عن خطط توسعية وزيادات رؤوس أموال وتوزيعات على المساهمين، مما يعطي مؤشرا إيجابيا بشأن الاقتصاد المصري على المدى القصير. أسماء حسن، أميل. مشاهدينا الكرام، نبدا تحليلنا مع الاستاذ كريم عبد العزيز خبير اسواق المال. اهلا بحضرتك ثاني استاذ كريم. للجلسه الثالثه على التوالي وصلت المؤشرات ارتفاعاتها، كيف تقرا اداء البورصه المصريه في ختام جلسات تعاملات هذا الاسبوع؟ والله طبعا هو الحمد لله احنا النهارده فوق مستوى 9200 نقطه، يعني ده مؤشر طيب، يعني ان بعد عملية الجني الأرباح الطفيفة اللي حصلت من مستوى 9500 نقطة لحد مستوى 9200 نقطة بدأنا نتماسك بقالنا أكتر من جلسة فوق المستوى ده، فده مؤشر طيب يعني لأداء المؤشر 30. نعم، هل ترى أن المؤشر بيمر بحركة عرضية في الوقت الراهن، وإمتى سيخرج من هذه الحالة العرضية؟ ممكن نقول ان هي حركة عرضية في المستوى ما بين 9200 نقطة ل 9500 نقطة في القناة دي، ما بين في 300 نقطة دول، انما نتوقع ان شاء الله انه في القريب يعني يتجاوز مستوى 9500 نقطة. يتجاوز. طيب بعض يعني او السوق تجاهلت بعض الدعاوى من قبل بعض القوى الاسلاميه للتظاهر في يوم الجمعه بعد المقبل، يعني كيف ترى وهل هناك يعني اي تاثيرات على المستثمرين ترقبا لمثل هذه الدعوات؟ هو يعني احنا لسه ما شفناش التجاهل بشكل واضح حصل، انما انا يعني شخصيا اتوقع ان السوق اليوم الجمعة ده هيعدي بشكل طبيعي خالص، ما فيش اي حاجة هتحصل، واتوقع ان السوق يعني بعد الحدث ده، لو انت حضرتك بتسأل تحديدا يتجاوز 9500 نقطة امتى، بعد الاعلان ده او الدعوة دي. النهاردة كنا ممكن نشوف اداء احسن من كده، ولكن نظرا للعمليات التفجيرية اللي حصلت النهاردة عند جامعة حلوان وفي محطة مصر، يعني شفنا آخر الجلسة عملية هدوء،
فده مؤشرات ان الدعاوي دي او التفجيرات دي كلها هتمر ان شاء الله بسلام، وان السوق هيتجاوز المستويات اللي فيه. البعض بيرجع الارتفاعات على مدى الجلسات الثلاث الاخيره الى الاداء الايجابي لعدد من الشركات، هل حضرتك مع هذا الراي او هذه يعني التحليل؟ يعني هو طبعا الاداء الايجابي بينعكس على الأداء المالي الإيجابي للشركات، بينعكس على أداء الأسهم. يعني احنا بنشوف ان في أسهم بدأ يبقى فيه في جعبتها أخبار جيدة، بدأت تتعافى بعد النزلة الكبيرة اللي حصلت في السوق من 9500 نقطة لحوالي 8400 نقطة. أبرز الأسهم اللي بدأت تتعافى وفي أي القطاعات من قطاعات السوق المختلفة؟ يعني أبرز القطاعات هي قطاع الاتصالات، ده بالنسبة للقطاعات، وأبرز الأسهم هي أوراسكوم للاتصالات. يعني أوراسكوم للاتصالات. طيب سلوك المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية اتجهت النهاردة نحو الشراء وتخلت عن اتجاه البيع اللي كان منذ فترة، تقييم أو تعليق حضرتك على مثل هذا الأداء من قبل مؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية؟ هي الصناديق والمؤسسات الشيء الطبيعي ان بيبقى عندها جزء من محفظتها بتعمل بيها عمليه متاجره، فاحنا شلنا السوق في اسوأ حالاته، احنا ما اتجهناش للبيع خالص، احنا صافي شراء على 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 مستوى في المستويات اللي احنا فيها 9100 نقطه 9200 نقطه احنا بنشتري. انما لما بيجي لنا برضه فرصه لعمليه المتاجره لازم نعملها، لان احنا دورنا بيبقى دور عمق شويه، احنا بنبقى قريبين شويه من صانع السوق، قرارنا بيتاخد بعمق شويه، بيتاخد فيه المؤشرات الماليه المختلفه، فبيبقى القرار مش قرار عشوائي يعني. طب تقييم حضرتك لاتجاه المؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبيه نحو البيع في جلسه التعاملات اليوم؟ شيء طبيعي ان مع ارتفاع سعر الدولار ان النهارده برضو بيحاول الاجنبي ان هو يقلل شويه من المركز بتاعه، لان يعني بشيء لا يخفى على احد ان في ازمه في 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 سعر الصرف اللي موجود ده، فهو برضه بيحاول ان هو ما يبقاش فول بوزيشن يعني موجود في السوق يعني. نعم، لو اردنا ان نقيم المؤشر ال 70 ايجكس 70 هنرى انه ارتفع بحوالي 13% وصل الى 646 نقطه و 0.3 نقطه. تقييمك لاداء المؤشر ال 70 في جلسه التعاملات اليوم وعلى مدار الجلسات الجلستين السابقتين؟ هو انا يعني في وجهة نظري ان المؤشر السبعين هيطلع اكتر من المؤشر الثلاثين الفترة اللي جاية، لان المؤشر الثلاثين لو مسكنا تحللناه بمنتهى البساطة كده نلاقي ان سهم السي اي بي بيستحوذ على اكتر من 26% من المؤشر بتاع اي جي اكس 30. سهم السي اي بي بدا يتحرك في قناعه يعني ضيقه قوي ما بين 48.5 49 جنيه ل 51 52 جنيه، فالاسهم الصغيره موجوده اكتر في السهم في مؤشر ال 70، وهي اللي هتبقى الفتره اللي جايه ليها القياده في الطلعه يعني طلعت السوق يعني. والوتيرة اللي هتسير بها الأسهم في المؤشر الثلاثين خلال الفترة المقبلة يعني حضرتك شايفها ازاي؟ أنا شايف إن الأسهم الثلاثين الفترة اللي جاية مش هتتقدم قوي أو مش هتصعد بنفس مستوى الأسهم السبعين. بالنسبة لأحجام التداولات أستاذ كريم عبد العزيز، بنرى أن أحجام التداولات على الأسهم بلغت 536 مليون جنيه، حجم التداولات الكلي حوالي 816 مليون، أسباب التراجع في السيولة في السوق في جلسة التعاملات اليوم؟ يعني طبعا زي ما انت حضرتك بتقول من اول اللقاء ان السوق واخد شويه اتجاه عرضي، ففي الاتجاه العرضي ده ما بنشوفش احجام تداول كبيره، بس يعني بقى لنا فتره في الفتره الاخيره دي يعني ما تجاوزش او لم تتجاوز احجام التداولات حوالي المليار جنيه زي فترات سابقه. صحيح صحيح. احنا النهارده نازلين من 9500 نقطه لحد 9200 نقطه، بدانا نجمع شويه، يحصل عمليه كونسوليديشن في
المنطقه دي. التجميع دايما بيبقى بفوليوم، دي سمات التجميع يعني او الاتجاه العرضي، بيبقى بفوليوم ضعيف، خاصه ده حجم كويس جدا النهارده بعد اللي احنا شفناه من تفجيرات والى ذلك. ولكن هل يعني ما زالت السوق تتاثر بمثل هذه الحوادث التي يعني هي بسيطه وقد لا تؤثر على يعني المواطنين او على مخاوف المستثمرين حتى؟ يعني النهارده بنشوف حادثه ما اثرتش خالص. فلما حضرتك تقول لي مثلا ان الفوليوم ما بقاش مليار، ما هو في برضه يعني عراقيل موجوده. الموضوع مش يعني 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 القاطره مش قادره تشد العربات بشكل جيد يعني، لان في عراقيل موجوده. ما هو اللي بيحصل ده كله اكيد بيأثر يعني. تمام. وفقا لمؤشرات اوليه اعلنت وزاره التخطيط ان معدل النمو خلال الربع الاول من العام الحالي بلغ 6.8%، معدل النمو السنوي ممكن ان يصل الى 3.8%. هل معدل النمو في الاقتصاد المصري انعكس على اداء البورصه المصريه في الاونه او في الفتره الاخيره؟ طبعا انعكس، بس البعض بيرى ان هو ما انعكسش بصوره كبيره خصوصا في الشهر الاخير اللي احنا فيه. لا، احنا لما حضرتك تاخد مؤشر 30، احنا طالعين من اول السنه لحد النهارده اكتر من 30%. بس يعني البعض بيطالب بالتركيز على المؤشر السبعين ايضا، خصوصا انه يعني المؤشر اللي بيستثمر فيه اغلب صغار المستثمرين، والمؤشر السبعين برضو عامل اكتر من 13-14%. يعني اذا حضرتك شايف ان يعني النمو الاقتصادي اللي حصل ايضا انعكس بطريقه ايجابيه على اداء البورصه المصريه في الفتره الاخيره؟ طبعا احنا لازم برضو ما يبقاش كل تركيزنا على الجزء ال 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 الفاضي، لا يعني لازم يبقى برضو عندنا امل. واللي حصل برضو حصل طلعه كبيره في البورصه، والاسهم كلها برضو اتحركت بشكل ايجابي. لازم يبقى فيه برضو اعتراف ان لا، البورصه طلعت والسوق طلع يعني. نعم. المصريين والعرب هم من اتجهوا اليوم نحو الشراء، فيما اتجه الاجانب نحو البيع. تقييم حضرتك لاداء كل طرف؟ المصريين النهارده بيشتروا لان في اسهم، خاصه اللي هي السمول كابس او الاسهم الصغيره، كانت في مستويات متدنيه ليها. يعني النهارده لو خدنا سهم زي القلعه ب 3 جنيه، 74-75 قرش، ده مستوى جذاب للشراء. لو خدنا سهم زي اوراسكوم اتصالات جنيه 25-26 قرش، ده مستوى جذاب للشراء لانه كان عامل من يومين والنهارده عمل اول الجلسه جنيه 31 قرش. فبطبيعه الحال المصريين بيبقى عندهم، خاصه الافراد، بتبقى عندهم فرصه. الاجانب بيلجأوا للاسهم اللي في 30 اكتر، السي اي بي، وده حصل عليه ضغط بيع النهارده، الاسهم الكبيره يعني. نعم. اسعار النفط بتشهد موجه تراجعات قويه في الفتره الاخيره او خلال الشهر الاخير. البعض بيرى ان العرب ربما يتجهوا نحو الاستثمار في البورصه المصريه بعد الهبوط الذي تشهده كثير من البورصات الخليجيه. هل هذا صحيح ان يتجه العرب، خصوصا اننا راينا اليوم ان العرب اتجهوا مع المصريين نحو الشراء في جلسه التعاملات اليوم؟ هل تتوقع أن هذه الوتيرة سيسير عليها المستثمرون العرب في الفترة القادمة، وتأثيرها أو حجم تأثيرها هيكون قد إيه على البورصة المصرية؟ هو طبعا يعني العرب بقالهم فترة واقفين بشكل طيب جنب جمهورية مصر العربية. النهاردة برضو تدني مستوى النفط بيخليهم ان هم عايزين يوسعوا استثماراتهم في البورصة المصرية، لانه عنده أمل وشايف رؤية طيبة للأسهم إنه ممكن يعظم أرباحه في البورصة يعني. توقعات حضرتك أستاذ كريم عبد العزيز خبير أسواق المال للوتيرة اللي هتسير عليها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المقبل، وهل ستسير على نفس الوتيرة اللي صارت عليها في ختام جلسات تعاملات هذا الأسبوع؟ والله إن شاء الله بنتوقع يعني إن قبل يوم الخميس الجاي المؤشر يعدي مستوى 9500 نقطة، وان ما يبقاش في اي تأثير سلبي للدعوات بتاعت يوم 28 نوفمبر ده يعني خالص، يعني على عكس ما بعض الناس المتشائمة بتقول ان ممكن يحصل حاجة. ما فيش اي حاجة خالص يعني، الامور هتعدي بخير ان شاء الله يعني.
وتوقعات حضرتك يعني ان احنا احجام التداولات في الاسبوع المقبل هل هتكون برضو بذات الاحجام اللي موجود عليها تقريبا في تقريبا يعني هتدور في نفس النسبه او نفس بالظبط مش هنتكلم ان هيبقى في طفره في حجم التداول بس على الاقل مش هيبقى فيه هبوط يعني يعني احنا هنطلع بالراحه بهدوء لحد ما نوصل مستوى 9500 نقطه بنفس حجم التداولات 400 مليون 500 مليون 400 مليون 500 مليون وبعدين احنا بنتكلم برضو على ازمه يعني البلد ما زالت ان هي بتتعافى نعم فان شاء الله باذن الله الامور تبقى كويسه يعني نعدي المرحله دي بسلام يعني. ان شاء الله الاستاذ كريم عبد العزيز خبير اسواق المال شكرا على تشريفك ضيفا كريما في حلقه اليوم من برنامج مؤشر النيل شكرا شكرا فندم. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مؤشر النيل في الأسبوع المقبل ومع بداية جلسات تداولات الأسبوع المقبل إن شاء الله حلقة جديدة من برنامج مؤشر النيل إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.